الملك الحقيقي هو الذي يستغني عن الغير سواء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. وهذا فقط لا يكفي لأن يسمى الملك المطلق، إنما يضاف إليه جزء آخر متمم وهو ويحتاج إليه غيره. يعني وقد أتصور أن مثلا شخص ما مستغني لكن في نفس الوقت لا يحتاج إليه أحد، فهنا لا يكون ملكا مطلقا، لا يسمى ملكا مطلقا. وهذا الملك لا يسمى ملك مطلق، ملك ناقص. فالملك المطلق هو الذي يعني إذا اتصف به موجود يستغني به، يستغني إذا أطلقت عليه الملك المطلق أو الملك المطلق هو الذي يستغني عن غيره ويحتاج إليه غيره. لازم الاثنين مع بعض حتى يسمى الملك المطلق. وهكذا الملك المطلق هو عدم الاحتياج إلى الغير واحتياج الغير إليه. أما الملك المقيد فهو الذي يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى، أنه مقيد. ده ممكن أنا أسميه ملك مجازا، لأن احنا قلنا كما أشرنا من قبل إلى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمة. المعنى الحقيقي الملك المطلق والملك المطلق أن يستغني عن غيره، ويستغني عنه في إيه؟ في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. لا يحتاج إلى غيره، لكن في نفس الوقت غيره يحتاج إليه حتى في وجود هذا الغير. يحتاج إليه في ذاته، يحتاج إليه في صفاته، يحتاج إليه في أفعاله. فالقسم الثاني اللي هو الملك المطلق أو الملك المقيد هو الذي يملك أشياء لكنه في نفس الوقت يستغني عن أشياء. هذا يعني هذا ما يطلق عليه في الأعراف الحالية الملك. الملك طبعا الملك له يملك الجنود، يملك البلاد، يملك المال، ماشي. لكنه بهذا الاعتبار ممكن تسميه، بهذا الاعتبار بهذه الزاوية الضيقة دي ممكن تسميه ملك على قدر ما يملك، على قدر ما يملك. لكن يعني مش عايز أقول للأسف، الحقيقة أنه هو غير مستغن عن غيره ولا يمكنه الاستغناء، مستحيل مستحيل. حتى في احتفاظه بما ملك هو محتاج إلى الغير في أن يساعده على الاحتفاظ. محتاج إلى وزراء، ومحتاج إلى أصحاب، وإلى أحلاف، وإلى عشان يحتفظ بما معه. فتبقى صفة الكمال من وجهة نظره هي نقيصة أيضا لأنه يحتاج إلى غيره. بالضبط. ولذلك يقولون هو باعتبار ملك، يعني ملك مقيد. ملك ملكا مقيدا، ولكن باعتبار آخر هو مملوك. هو مملوك، ومملوك وفي الحالين هو مملوك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل هذا الذي ملكه. فإذا الملك يعني الملك العبد هو ملك مقيد. وهو باعتبار ملك وباعتبار مملوك، وفي الحالين حتى فيما يملك هو مملوك لله سبحانه وتعالى. إذن هو عبد من جميع الأحوال، مثل غيره، مثل غيره تماما. لأنه يعني هذا ملك زائل يعني وقد يزول، وكم زالت مثل هذه الأمور. ثم أنه يعني سوف يتركه يعني طال الأمر أو قصر، فلا تعتبره مالك لأنه سوف يزول عنه. فإذا المالك المطلق أو الملك المطلق هو الله سبحانه وتعالى، هو المالك المطلق، لأنه يتوفر فيه الشرطين اللي هما معنى الملك المطلق. الشرطين، الشرط الأول أن يستغني استغناء تاما في ذاته وصفاته وأفعاله عن الغير، وأيضا أن يحتاج إليه الغير في ذات الغير وصفات الغير وأفعال الغير.